try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لافيديو جديد. في هذا لافيديو ان شاء الله هو لافيديو الثاني فاش بالنسبة للنهايات تعاش تعد الدول المثلثية. بعد ما شفنا لافيديو الاول اللي هو في اساسيات الدول المثلثية، يعني شنو الحالات العامة شنو الحالات الخاصة، عرفنا كيفاش نتعاملوا مع الاساسي ديال الدول المثلثية. خدمنا خمسة النهايات اللي هما اساسيين يعني باش نكونوا لاباز تاع النهايات تاع الدول المثلثية. قلنا الحالات العامة اللي هما تعطونا حالة خاصة غير عندنا في حالة أ تساوي واحد، معنى هذه بحالة عامة خاص أي واحد تكون عنده. بالنسبة لهذه الحالة العامة خاصهم بحالة ديروا معاهم كونترا، ديروا معاهم لاكت، بما أنكم خدامين في الدول المثلثية يعني هادو معسرانكم كاينين حداكم مش متفقين، يعني ما حداكمش هادو نسوا عليه شي حاجة كاينة في لا ليميت تاع الدول المثلثية. دائما يبقاو في راسك بأنهم الدول المثلثية صعب، عمرك ما تخرج من هذا النطاق. عندنا ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، هادو سالين مع الخدمة يقولوا لي غير في راسي، ما احتاج بأنني نبقى عارف. دابا وصلنا لا ليميت 6، يعني لا ليميت 6 غندوزو على هاد الحالة نتعاملو كيفاش نتعاملو على الكونجوك مع السينيس أو العكس. بالنسبة للكوس راه تيكون عاوتاني بوحدو، ومن تما وغاديين مرحلة مرحلة باش نعرفو الحالات كاملين، يعني ما نجيش ونعطيكم واحد الحالة اللي هي صعيبة. يعني كون الأساسيات تاع الدول المثلثية بلاش مني تعطانا الصعيب نقولو ليه مرحبا، ولكن كون لاباز الأساسي. نبداو على بركة الله كما تنقول لكم دائما في مرحلة لا ليميت هي مرحلة الطاول. بالنسبة للتعبير ماشي نهاية اعتيادية بحال هادو، دابا هادو تتسمو نهاية اعتيادية، مازال عندكم نهايات اعتيادية وحدين اخرين، ماشي في الدول المثلثية ولكن في دول وحدين اخرين. قلنا بما انها ماشي بحال هادي وغالبا 100% ما تلقاوش بحال، ما يمكنش يعطيك شي تعبير مقاد ويقول لك بس تعطيني النتيجه، راه هو عاطيك النتيجه ولكن يعطيكش تعبير واحد اخر باش يختبروكم. عندنا الطونجون تاع 3 اكس على السينس تاع اكس، عندنا اكس يؤول الى زيرو، اول حاجه هي مرحله التعويض، نعوض اكس بزيرو، عند 3 في زيرو اللي هي زيرو، الطونجون تاع زيرو هو زيرو، ها هو ماشي المقام، جوج مضروب في زيرو اللي هو زيرو، السينيس تاع زيرو اللي هو زيرو، وبالتالي خرج لي مسقط الوالدين اللي هو زيرو على زيرو، وبالتالي التعبير هو فورم انديتيرمين يعني شكل غير محدد. خاصني بالهلاية الراي البابي خاصني نردو شكل محدد. تقول لي كيفاش؟ لاحظ معايا في هاد المثال 6 غنمشيو سلاولي علينا، يعني غنمشيو بشوية علينا تلقاو باش تفهموا الميثود، من بعد نولي مباشرة نخدمها. لاحظوا الفكره اللي تخدموا بها المره الاولى ومن بعد تولوا مزيان، تتساوي لا ليميت من اكس في زيرو محل لا نفرق المقام، واش متفقين هنا بحال لا نفرق المقام. تقول لي الا عندك ا على بي ماذا تساوي؟ تتساوي هي ا على واحد مضروبه، واش مفهوم بحال مش معكم خشيبات باش تفهموا ليا، تتساوي هي ا على واحد على بي، هاي هو لان الضرب بس في الوسط مقام في مقام، اف واحد هي ا واحد في بي هي بي، متفقين ماشي بهذه الفكره يعني تاع خشيبات باش كلشي يفهم. يعني التعبير ندير ليه بحال اللقطه اش يولي؟ يولي هو الطونجونك تاع 3 اكس على اش؟ على واحد، فاش مضروب نخلي واحد شويه لي سباس هنا باش تعرفوا علاش، فاش مضروب في واحد على السينيس تاع 2 اكس. هاكي دابا عندي الطونجونك مش السينيس، بل هي الطونجونك في راسي كاينه هادي، عرفتي؟ لان مكشوف خصنا الرده مكشوفه على هذه الحاله، غندوز واحد على السينيس تاع دوز اكس، كاين السينيس لتحت يعني في راسي نخدم على هذه، يعني دابا الفكره واضحه. واللي فهم دابا كيفاش نفرقوا يعني ساهل دابا باش يخرج لا ليميت باستعمال هذوك الشيء اللي تعلمنا في الفيديو الاول. دابا انا عندي ا اكس ا هي شحال؟ هي 3، مي هنا ما عنديش، يعني اش خاصاني انا في المقام؟ خاصاني 3 اكس، خاصاني 3 اكس هنديرها، ولكن اش ندير ليها؟ غنضرب في 3 اكس ونقسم على 3 اكس بحال مثلا حتى شي وزه، يعني 3 اكس على 3 اكس هي واحد واحد في هذا، ولكن انا غنخرج 3 اكس لانني محتاج. انجد بلاصه عندي جوج اكس في المقام يعني داخل القوس تاع السينيس، ولكن ما عنديش في الوسط، خاصاني باش نوصل انا للقاعده سهله، غنضرب في جوج اكس ونقسم على جوج اكس بحال ما درنا والو. من بعد تتساوي هي لا ليميت من اكس في زيرو. بالنسبة لنا تبقى عندي طون حرارة تاع اش تاع 3 اكس، وهنا محتاج 3 اكس نجيبها هنا لأنه عندي الضرب، واحد في 3 اكس هي 3 اكس، موافقين؟
من بعد هنا 3 اكس مشات بقات عندي بحال عندي 3 اكس على واحد تبقى لي 3 اكس صافي. من بعد راه مشات لي مع لي فيزال ورجع كما كنت راه بلا ما نعاودو هادشي. هنا نحتاج 2 اكس في البسطة هي واحد 2 اكس هي 2 اكس والمقام ما تبقى عندي غير هادي السينيس تاع 2 اكس. مي هنا 2 اكس بقات لي في المقام يعني يبقى لي واحد على 2 اكس يعني خاصكم تفرقوا كاين الفارق ما بين واحد على ا واحد على ا راه تخالف على واحد يعني راه ماشي بحال واحد على 2 ماشي 2 على واحد يعني خاصكم تفرقوا هاد الامور. هنا اش ندير قاد البلايصه تولي لا ليميت من اكس زيرو تاع اش تاع الطنون حرور تاع 3 اكس على 3 اكس هذا نشدو ولا حط طرف من لي غنجيب حدا هذا فاش مضروبه في 2 اكس على السينيس 2 اكس لان الضرب تبادلي راه ديما تنقولها. هنا 3 اكس في 1 بس في الوسط المقام في المقام 3 اكس في 1 هي 3 اكس على اش هنا بقى لي 2 اكس لان نورمالمون هضر على واحد واحد 2 اكس راه هي 2 اكس ولكن نهزو النيفو مابقاوش تابعين هادشي تاع خشيبات. من بعد صافي راه وصلت انا وصل نقطة دابا بقى لي الا مرحلة التعويض عندي هادي نهاية اعتيادية بجوار زيرو طونجون تاع اكس على اكس هاي طونجون تاع اكس على اكس شحال تساوي واحد هاي في النهاية سيدي فاش مضروبة هنا عندي لا ليميت تاع زيرو تاع اكس على السينيس تاع اكس هاي اكس على السينيس تاع اكس شحال تساوي واحد هاي في النهاية فاش مضروبة هنا تيس غيمشي ليا اكس مع اكس اختزال شحال تبقى لي 3 على 2 هاي هاي 3 على 2 شحال تساوي واحد في واحد هي واحد واحد في 3 على 2 هي 3 على 2 ولو قلت الاخر تقولوا لهم اذا وبما ان ولا خلاصه ولا كل واحد اش يدير فان تقول لهم هو اذا ولا بالتالي ولا خلاصه لا ليميت ما يمشيش الزيرو تاع الطونجون تاع 3 اكس على السينس تاع 2 اكس شحال تساوي ليا هي 3 على 2 كما سبق قلت لكم في لا فيديو اللي فات قلت لكم غتلعبوا على هذه الملاحظه لانها مهمه قلت لكم بان الى عندنا مثلا السينيس ديال ا اكس على بي اكس يعني الناس اللي شافوا الفيديو اللي قبل راه يكونوا فاهميني علاش هذه مباشره انا عارف شحال تساوي النتيجه ولكن الطريقه راه ورينا الطريقه هذه تساوي مباشره ا على ب كذلك صراحه بالنسبه للطونجونك او للعكس باش متفقين راه شفناها في الفيديو اللي فات دابا انا تيهمني هذا يعني راه هذيك راه شرحتها في الفيديو اللي فات تتقول لي الخاص تتقول لي بحال خاصية تقول لي يعني عندك طونجونك تاع ا اكس على مثلا السينيس تاع بي اكس او للعكس يعني السينيس على الطونجونك متفقين ماذا تساوي هي ا على بي متفقين يعني انا عندي الطونجون تاع 3 اكس على السينيس تاع 2 اكس فراسي انا شحال تساوي النتيجه 3 على 2 وهذا الشيء اللي لقيناه 3 على 2 ا على بي الى عندك طونجونك على السينيس او للعكس السينيس على الطونجونك تعطينا نفس اللعيبه اللي قلت لكم انا دابا. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا القصه بصح صبروا ندوزوا لا ليميت واحده اخرى باش نفهموا اكثر. دابا ندوزوا لا ليميت 7 لا ليميت 7 اش عندي عندي لا ليميت اكس يكون لي زيرو تاع طونجون تاع 4 اكس على السينيس تاع 3 اكس تاهي بحال داك لي سته اللي شنا قبل يعني الا جينا عوضنا تعطينا زيرو لان هنا طونجون تاع 4 زيرو هي زيرو طونجون تاع زيرو راه هو زيرو في البوست 3 في زيرو راه هي زيرو السينيس تاع زيرو راه هو زيرو يعني تخرج ليا زيرو على زيرو بشكل غير محدد. دابا بالك الفكره اللي خدمنا اللي شفنا في النهايه السته عارف ان النتيجه شحال تخرج ليا في نظركم النتيجه شحال تخرج ليا تخرج ليا 4 على 3. دابا ملي تفهموا تولوا تشدوا التمرين وديروا بوز الفيديو وسيروا خدموا ورجعوا شوفوا الى وحلتوا رجعوا تفرجوا في الفيديو باش يولي عندكم مستوى زوين وما تبقاوش تخلعوا من الدواء المثلثي. انا في راسي عارف النتيجه تخرج ليا هي 4 على 3 مفهوم الفكره لا تساوي بحال القبله تساوي هي لا ليميت من اكس تمشي ليش تمشي الزيرو قبيله راه قلنا مشو سلاولي علينا دابا ملي فهمنا غنبداو نحرقوا المراحل اش تولي عندي ها هي الطونجونك ديال اش ديال 4 اكس واش انا عندي 4 اكس في المقام لا ما عنديش ما عنديش يعني اش تولي عندي 4 اكس فاش ونضرب انا في 4 اكس يعني بحال ما درتش حتى شي لعبه فاش مضروبه هنا سينيس 3 اكس سينيس ديال 3 اكس واش انا عندي 3 اكس في البسط لا ما عنديش سهل ندير 3 اكس وهنا بطبيعه الحال بما ان درتها في البسط انا ندير في المقام 3 اكس فهم
بما ان الفين في مقام فضروري البسط يبقى لي واحد مضروبه، من بعد شحال تساوي هي لا ليميت من اكس تفشل زيرو ديال اش؟ نجيب هذه حدايا، هذه يعني التونجونك ديال 4 اكس على 4 اكس تفشل مضروبه في هذه 3 اكس على سينيس تاع 3 اكس فاش مضروبه هادي عنديها في البسط، ولا عندي 4 اكس على اش على 3 اكس ماذا تساوي؟ من بعد جبت لي هادي مع هادي اختزال اكس مع اكس ماذا تساوي؟ هادي نهايه اعتياديه فالطن الحرارة تاع 4 اكس على 4 اكس ماذا يساوي؟ يساوي واحد، ها هي واحد فاش مضروبه 3 اكس على سينس 3 اكس يعني ا اكس على سينس تاع ا اكس من اكس تمشي لزيرو تعطينا واحد، حذاري راه من اكس تمشي لزيرو فاش نخدمو على اكس تمشي لزيرو واحد، حنا نشوف عم تما غاديين ونعرفو الحالات الاخرين، هنا تبقى لي شحال هي 4 على 3 وبالتالي واحد في واحد هي واحد، واحد في 4 على 3 على هي 4 على 3 كما قلت لكم تخرج لنا النتيجة هي 4 على 3، اذا لا ليميت من اكس تمشي لزيرو ديال اش ديال طون ديال اش ديال 4 اكس على سينيس ديال 3 اكس ماذا تساوي؟ هي 4 على 3. غندوزو لا ليميت 8، ولكن قبل ما ندوزو لا ليميت 8 نخليها تبان لكم، ومنها تبان لكم تجاوبوا عليها بوحدكم وتكونوا عارفين النتيجه، وشوفوا واش نفس داك الشيء اللي ندير انا ديرو نتوما، يعني مسح السبوره ورجع لكم. ندوزو دابا لا ليميت 8، ولكن كما قلت لكم نتمنى انكم ديروا بوز في الفيديو وتجاوبوا عليها وتشوفوا بلاش من بعد تبعوا معايا تشوفوا واش هذاك الشيء النتيجه الطريقه اللي درت انا هي اللي درتو نتوما او لا. المهم دابا في هذا نبدا نقص مراحل، فهمتي؟ يعني فهمنا الطريقه خصنا نديروا نبداو نخدموا بالطريقه اللي هي احترافيه. اول حاجه بنفس الفكره عطينا 0 على 0 كما هذا كلشي نقبل. عندي انا عارف النتيجه شحال تخرج ليا، تخرج ليا 5 على 3 هاي هادي هي النتيجه، ولكن خصني ندير علاش كيفاش تخرج ليا 5 على 3؟ المهم ولينا عارفين النتيجه شحال تخرج. غتقول لي ما تساوي هي لا ليميت من اكس تمشي لزيرو ديال اش ديال طونجونك ديال 5 اكس ياك فاش مضروبه هنا درت طونجونك هنا ندير السينيس سينيس ديال 3 اكس هنا فاش مضروبه في واحد اللقطه مباشره نولي نديرها هنا اش درت؟ هنا اش خاصاني في هاد البلاصه؟ خاصاني 5 اكس هاي درتها هنا في الموقع ما نجينا ونديرها في البسط، فهم الفكره؟ هنا خاصاني 3 اكس في هاد البلاصه غندير 3 اكس هنا درتها في البسط نجينا ونديرها في الموقع تولي هي 3 اكس وبالتالي نحصل على النتيجه المباشره. دابا شوف واحد لا ليميت اصلا معطيين واحد جوج ثلاثه نعطي النتيجه ما كاينش مشكل، هذه نهايه اعتياديه تاع الزيرو طونجونك تاع ا اكس على اكس شحال تساوي؟ واحد. ها هي سيدي ا اكس على سينيس تاع 3 اكس ناهي ا اكس على سينيس تاع 3 اكس شحال تساوي؟ واحد. ها هي سيدي انا تبغى نعرف علاش تخلعوا من الدواء المثلثي او من الرجوله منذ الطفوله مشات لي اكس مع اكس اختزال تقول لي راه كاين شي حاجه صعيبه غنقول لكم راه نجوني موت ولا تبان لكم ساهله راه ما كاينش مشكل. هنا مشات لي اكس مع اكس اختزال شحال بقى لي؟ 5 على 3 شحال تساوي؟ 5 على 3 اصلا عارفه تخرج ليا 5 على 3 امور بسيطه ما كاينش مشكل. اذا كاين اللي تخرج على راسو بسبب هذيك الفكره تاع السينيس كوسينيس صعاب يعني ما كاينش الفكره علاش تخرج على راسك؟ شو الفكره كي دايره؟ واحد اثنان ثلاثة وثلاثة ونعطيهم الجواب. اذا لا ليميت يعني حاول انكم تبسطوا الامور واش خدموا ضروري بسطوا الامور وخدموا الى عقدتوها وباغي تخدموا راه ما ديروا حتى شي حاجه. 5 اكس على السينيس ديال 3 اكس شحال تساوي؟ هي 5 على 3. دابا ندوزو لواحد لا ليميت وحده اخرى ولكن ماشي بحال هاد الحالات اللي خدمنا ولكن بنفس الفكره غير تيكون عندي شونجمون يعني سي ساكون ولكن الفكره نفس الفكره صالحه بالنسبه للطونجونك على السينيس وصالحه بالنسبه للسينيس على الطونجونك فمسح السبوره ورجع ليكم. ندوزو لدابا النهاية تعود، النهاية تعود كما تلاحظوا قبل كنا خدمنا من الطونجوك على السينيس دابا نخدمو على السينيس على الطونجوك متفقين؟ إلا جينا نعوضو زيرو سينيس تاع زيرو هو زيرو طونجوك تاع زيرو هو زيرو زيرو على زيرو مسخط الوالدين يعني خصني ندير شي لعبة شناهي هاد اللعبة فولينا عارفينها في نظركم النتيجة شحال تخرج ليا؟ النتيجة شحال تخرج ليا أو اللي جاوب عليها شحال تخرج ليا؟ تخرج ليا جوج على ثلاثة ولكن حنا نعرفوا علاش تخرج جوج على ثلاثة تولي لا ليميت من اكس تمشي لزيرو غنديرو لها ديك اللعبة غنخلي السينيس ترونكيل في البسط
دو زيكس مضروبة وندير كسر ونحط هنا الطونجونك تاع 3 زيكس فاش مضروبة وندير لها بحال هاد الأخر وندير بحال إملاء الفراغ بما يناسب. واش متفقين؟ راه مكاينش شي حاجة اللي هي خارقة للعادة. هنا خاصني جوج إكس، هي جوج إكس زيد، ولكن درت هنا في المقام نديرها في البسط جوج إكس. هنا شحال خاصني في هاد البلاصة؟ 3 إكس، ها هي سيدي 3 إكس. 3 إكس كاينة في البسط، نجي نديرها هنا في المقام. من بعد نمشي ليا دي سمعة دي سيز اختيزة، شحال يبقى ليا؟ تساوي ليا نهاية اعتيادية سين ساعة إكس على إكس، شحال تساوي؟ واحد، ها هي في النهاية أ إكس على طون تاع أ إكس، ها هي في نهاية طون، ها هي أ إكس على طون تاع أ إكس يساوي واحد، ها هي في نهاية فاش مضروبة؟ بقات ليا جوج على ثلاثة تساوي هي اثنان على ثلاثة، وبالتالي ها هي جوج على ثلاثة. موافقين؟ ها هي جوج على ثلاثة. إذن لا ليميت من إكس تمشي لاش الزيرو ديالاش ديال سينيس تاع دوز إكس على طون تاع 3 إكس شحال تساوي؟ شحال تساوي؟ تساوي شحال؟ تساوي قلنا هي جوج على 3. هذا ما كان بالنسبة للحالات، فنوقفوا هنا ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجاي. وكما قلت لكم فدائما تركوا لي التعليقات ديالكم على شحال باغي المدة ديال الفيديو. وبالنسبة المدة تاع الفيديو تاع الدولة المثلاثية فنحاول نصغرها مينيموم، لان نعرف بزاف تلقى معاها مشكل، بزاف ماشي بزاف، فبزاف تلقى معاها مشكل، فباش بنادم يفهم وما يجيش الملل بانه يكون الفيديو كبير بزاف، فغيكونوا عباره على فيديوهات. وكما تلاحظوا فاحنا غادي مرحله مرحله، فان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.